نبدأ نتكلم بقى على الخضر. من أفضل أنواع الخضر على الإطلاق الجزر، الجزر الأصفر. وفي مقولة ظريفة جدا يقول لك الجزر يأول النظر. دي المقولة دي معناها إيه؟ إن الجزر بيحتوي على حاجة اسمها البرو فيتامين إيه، أو يعتبر بيحتوي على أكبر قدر ممكن من فيتامين إيه. فيتامين إيه طبعا ليه علاقة كبيرة جدا بتصحيح الإبصار عند الرجال وعند السيدات، وتقوية الإبصار بنسبة عالية جدا اللي يقدر يتناول فيتامين إيه ده. طب ما احنا عايزينه في صورة طبيعية، لقينا إن أفضل حاجة يتناولها الإنسان الجزر. في ناس ممكن ما تفضلوش كده عشان إن هو يقولوا ده ناشف مثلا، ناكله إزاي؟ لكن لو بشرناه وحطيناه على السلطة مفيد جدا. طيب ناس ما تحبوش على السلطة، ممكن مثلا لو عملنا بطاطس مهروسة وبشرنا عليها الجزر، وجد برضو إن بيبقى طعمه لذيذ وظريف جدا. من الحاجات الجديدة مثلا الموجودة زي سلطة الكولسلو اللي هي بالكرنب، برضو بنلاقي إن مبشور عليها جزر، مربة الجزر، عصير الجزر، أي حاجة بيحتوي فيها الجزر. وجد إن نسبة فيتامين إيه فيه عالية جدا، وبيقوم بعملية تصحيح للإبصار، وكل مشاكل الإبصار على الإطلاق بيعالجها فيتامين إيه. من الحاجات الظريفة جدا برضو اللي الجزر بيعملها، برضو بيزود بس مش زي العنب، بس بيزود من المناعة بتاعة الجسم للأطفال. ويعتبر يا جماعة برضو من الحاجات الجميلة قوي اللي بيعملها الجزر ان هو يصلح للجماعة اللي لسه عاملين عمليات في فترة النقاهة، ان بيفيد قوي في عملية التئام الجروح، ويرجع حيوية الجسم والنشاط تاني مباشرة. وبينصح بيه دايما الأطباء في فترة النقاهة للعمليات، للجماعة اللي هم في العمليات. والرياضيين مفيد برضو جدا للرياضيين، ولتعويض لتعويض الفقد في الطاقة، وتعويض الفقد في الإجهاد. وبرضو مفيد قوي برضو للإجهاد الذهني عند الجماعة اللي هم بيذاكروا، والجماعة اللي دايما قاعدين على الكمبيوتر بالذات، ده بيبذل مجهود ذهني كبير جدا. والعلم حضراتكم ان المجهود الذهني ده اقوى من المجهود العضلي. يعني لو جينا نقيس المجهود او الفقد في المجهود لشخص قاعد على الكمبيوتر مثلا لمدة 6 ساعات، المجهود اللي بيبذله بيفوق عامل بيشتغل 8 ساعات بشيل قصعة وبيطلع بيها مثلا لسادس دور. اللي يعوض بقى المجهود ده كوباية عصير جزر أو معلقتين مربة جزر. من الحاجات الجميلة برضو اللي بيعملها الجزر المشاكل اللي هي زي لدغ الناموس ولدغ الحشرات والكلام ده. وجد إن بنعمل حاجة اسمها عصير الجزر ده، لما بنضيفه على مستخلص الجنزبيل وبنبدأ نحطه ونعمل بيه على لدغ الحشرات ده، بيهدي الحكه او اللي هي الاحساس بالهرش او الاحساس باللسعه بتاعت الناموس. من الحاجات الجميله برضو للاطفال، احنا دايما بنركز على الاطفال شويه، زياده الذكاء عند الاطفال. دايما الطفل بيبقى تركيزه بيقل لانه كله تركيزه لعب وحاجات زي كده. لما نحب ان الطفل يركز بقى في مذاكرة، يركز مثلا في تعليم، يركز في حاجة، يفضل ان احنا نديله مستخلص الجزر او عصير الجزر. ومن الحاجات الجميلة جدا برضو اللي بيعملها الجزر، ان زي ما قلنا ان هو بيعالج الامراض او بيعالج الـ امراض الابصار كلها، مش امراض الابصار وبس، لا ده وجد كمان ان الجزر بيعمل عملية نظافة للمعدة، أو بيساعد على نظافة المعدة من البروتوزوا والانتاميبا وستليتيكا، الحاجات اللي هي احنا بنسميها الدوسنتاريا الأميبية. دايما بينصح بيها الدكاترة بتناول كمية من الجزر الطازج أو الفريش، سواء مبشور أو سواء كده. وفي ناس بتحب تاكله يتقرقشه كده، ياكله كده طازج، أو في حالة إن احنا مثلا نعمل له بقى استخلاص اللي هو ناخد العصير ده ونضيفه على حاجة تانية. لو حبينا نرفع القيمة الغذائية بتاعته مثلا، نحط عصير الجزر ده على البرتقال. طب واللي ما عندوش عصارة جزر، في مثلا ست البيت بقى بذكائها بتعمل إيه؟ بتجيب الجزر تسلقه، وبعد كده تقوم هرساه أو ضربه في الخلاط مع عصير البرتقال. في الحالة دي احنا عملنا حاجة جميلة جدا. الجزر فيتامين ايه مشهور جدا يعني بفيتامين ايه، والبرتقال مشهور جدا بفيتامين سي. فيتامين سي ده طبعا ده وقائي،
يعتبر انتي فيروس او مضاد للفيروسات، وخاصة فيروسات البرد، خاصة مش فيروسات البرد وبس، والفيروسات الجديدة بقى ال H1N1 و H5N1 اللي هي انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور، وجد ان اكتر حاجة وقائية ليها اللي هو فيتامين سي. فدايما لما نيجي نعمل ميكس بقى بين عصير الجزر وعصير البرتقال، يبقى احنا كده بنعمل وقاية من الامراض الحديثة اللي هي بيسموها امراض العصر يعني.